الطب الباطني وكفاءة في طب الشيخوخة. وحديتنا الحقيقة باش يكون على كبارنا على تاج راسنا، اللي إن شاء الله يا ربي يبدأوا ديما لاباس ويبدأوا ديما في خير ونعمة. هما بيدهم زادا يخافوا، خاطر عنا احنا جملة نقولوها ياسر، اسمع سورتو الكبار، الكبار يردوا بالهم. ما تعليش سورتو الكبار، علاش نحطوا فيهم في زاوية؟ الناس كل تاخذ احتياطاتها، ياخذوا احتياطاتهم بزيد طوميو والأحسن واللازم، ولكن راكم لاباس بقدرة ربي لاباس، معناها ما نحبوش البانيك. احنا موضوعنا اليوم معاك دكتورة هو تأثير السخانة على المسن، اللي زادة احنا نستهنوا به، معناها بالنسبة لنا نتصرفوا مع المسن كما نتصرفوا مع رواحنا، وقت اللي هو يلزموا عناية خاصة به، خاصة وقت اللي تكون درجة الحرارة كما نهارين اللي فاتت. مرحبا بك دكتور. عايشك، ميرسي لين. دونك بالضبط بالنسبه للعباد الكبار، دونك مشكله السخانه سورتو في لي بيريود دو كانيكول، وحنا عرفناهم الحالات هذوما. احنا في بلادنا ديجا هي البلاد معناتها عندنا دي تمبيراتور سخان برشا، وشفنا دي زيكزامبل في البلدان الاخرين الاوروبيه كون تيزون باسي بار دي بيريود دو كانيكول، وشنو صار معناتها ما تخلطت الحاله الوفيات والسخانه اللي جات، كو سوسوا البيريود هذيه ولا ايامات العيد اللي تعداو، سيتي شالور اللي ما نجموش يتوقعها العباد الكبار. دونك لازمنا ناخذوا شويه احتياطات ولا ونعاودوا نوعيهم، سورتو العباد الكبار اللي هما ماهمش واعيين بارفوا باللا غرافيتي دو لا سيتواسيون. هو البروبليم شنو هو؟ البروبليم كان اون لو ريزوم هي في كلمه واحده، هو نخافوا عليهم من الشيح من الماء، اللي احنا نعبر عليه بالفرنسي لا ديزيدغاتاسيون. على خاطر علاش؟ خاطر العباد الكبار عندهم لا سونساسيون دو سواف تنقص، معناتها ما يحسوش بالعطش. دونك ان مانش باش يشربوا الماء، مش باش يشربوا خاطر ما يعطشوش. ان فيت لو سونتر دو لا سواف كيما اي حاجه في البدن نتاع العبد الكبير، معناتها تولي تخدم دو فاسون غالونتي، هو مش منه هو. دونك ان ناريف با ا سونتير لا سواف، ما يعطشش دونك ما يشربش. بالنسبه لي هو قاعد في الدار، ان با فورني بوكو ديفور، دونك مش باش يشرب. مالوغوزمون هو اني ان تران دو بيردغ دو لو بشويه بشويه مع لي تمبيراتور، تنجم حتى لا تمبيراتور نتاع البدن زاد كيف كيف تكثر، اي يفا كومونسي ا سو ديزيدغاتي بشويه بشويه. دونك احنا المطلوب منا فما حاجتين بالنسبه للعباد اللي تعيش مع العباد الكبار ولا اللي باش تنصحهم. اول حاجه دابور لازمهم نقول لهم لازمهم يشربوا برشا ماء، وبرشا ماء ستادير ان لتر ادمي دو لتر ميم باغ جور، معناتها اترا ونص زوز اترات. نحطوا لهم حتى بيب زيت ماء صغار بحذاهم باش ما تكثر ما يحسهاش برشا لا كونتيتي، على خاطرهم دابور الماء ينجم يقلقهم. فما عباد برشا عندهم امراض اخرى، زاد اكثريه العباد الكبار بالطبع عندهم امراض مزمنه يعالجوا عليها، دونك باغفوا ما يعينوش حتى الماء اللي ماهوش سي با ان بليزيغ بور لي باش يشرب. لازمنا نفهموهم اللي الماء يولي براتيكمون كيما تقول انت كي الدواء، يلزمو يشرب الماء حتى كان يقلق خذ ماني جريمات جريمات تتي اكزاكتومون. حتى قلت لك نحطوا حتى دي بوتاي نتاع دوكم 500 ملل هذوكم باش ما يحسهاش هو، ونقول له لازمك ما يوفى النهار الا ما تكملها. حاجه مهمه معناتها حتى كان هو ينسى يلزم لونتوراج ولا فامي ولا عباد اللي عايشين معاهم يعاودوا يذكروا في الموضوع هذا. هو ديجا احنا ننصحوا الكبار باش يشربوا الماء اون دور ميم السخانه، على خاطر عندهم ياخذوا في برشا دويات، الدويات اللي كلهم يسون ميتابوليزي ويتعداو على الكلوي، دونك لازمهم بور اتر فيلتري باش الدواء كيف يخرج من البدن يزمو شربين الماء. ما حتى كان جينا في الشتاء الشتي كما نقولوا احنا لو كونساي دو ليدغاتاسيون ديما نعملوه عند العباد الكبار، اي اونكور بلوس كونت يل في شو ميزا بار لو سي فري. نجمو الماء هذيك حاجه مهمه، حتى التغذيه فانت التغذيه عندها قيمتها، فما ماكله فما دي فروي دي ليغوم اللي هما غنيين بالماء سون ريش، انت فما خضر وغلال فيهم برشا ماء. برافو صحيح. هذا سورتو عند العباد باغ اكزومبل اللي ما عندهمش السكر، ما عندهمش مرض السكر ديال الديابيت مثلا الدلاع والبطيخ، سي سون دي فروي اللي فيهم برشا ماء. دونك نوع نتاع سي اون فاسون دو رامني لو بيان سور. ما نحنيش نحكي على لابور نتاع الحاجات السوائل اللي فيهم مثلا السكر، سا سي با بيان، بالعكس يزيد يعطش هذاك الحاجه الحلوه، بزيد تعطيك سونساسيون دو ديزيدراتاسيون. والحاجه اخرى زاد مهمه معناتها بارابور على بروبليم دو لا شالور، معناتها الكبار لازمهم يقعدوا في ان اندروا اللي هو اللي كليماتيزي، معناها يقعدوا في بلايص بارده بيان سور سي توت افسي، واللي ما عندوش ايوا واللي ما عندوش. دايوغ تعرف كونت اون فوا عامت اللي صارت الكانيكول معناتها سورتو لا غروند كانيكول في فرنسا اون 2013، شجعوهم العباد الكبار باش يخرجوا يمشيو حتى دون لي سونتر كوميرسيو، يمشيو للسينما، يمشيو للبقايع كليماتيزي، البلايص البيبليك اللي فيها كليماتيزور. ا سو بوان معناتها ايزون دوموندي
فيه باش الناس يخرجوهم يحطوهم كلكو زور دون دي زوندوا. يبي دي جون اللي يمشيو جوست معناها ما عندكش كليماتيزور يمشي لبلاصه فيها كليماتيزور واقعد تريف اكزاكتومون قهوه ريستوران غراند سورفاس اكزاكتومون دونك جون معناتها سي اون فاصون اوسي باش ينقص على روحه خاطر تخمن في الليل اللي اوبليجي باش يروح لدارو اونتر غيمي معناتها في النهار ايزون ميم العباد اللي ما عندهمش ان سيستيم سورتو اون اوروب ما عندهمش سيستيم مش كيف احنا في تونس لا كليماتيزاسيون يشجعوهم حتى باش يقعدوا في في بقايا كليماتيزي معناتها دي زوندوا معناتها دي زوندوا بيبليك. حاجه اخرى زاد مهمه نجموا زاد ديما يبلوا يغسلوا وجوههم يبلوا راسهم معناتها يعملوا دي دوش فريكونت يدوشوا دو فاسون سا سي تري امبورطون سي اون فاسون دو سو رافريشير دونك نشجعوها الحكايه هذيا اون دو ميسالش دو دوش باغ جور ولا حتى كلزم ثلاثه مرات في النهار الماء هذاك حاجه باهيه كيف كيف باش تنقص حراره الجسم باش نجم تنقص خاطر مع السخانه هو العبد الكبير شنو المشكله باش يولي دونك السخانه باش تفشلوا باش يولي ما عادش نجم ياكل باش برشا حاجات باش تاثر عليه على دوياته على على لا في نتاعو دو تو لي جور وباش يظهروا لي كونسيكونس. اما هو المطلوب سورتو بالنسبه للعبيد اللي تعيش مع العبيد الكبار لازمنا نفيقوا معناتها رابيدمون باللي سيني نتاع نتاع تاثير السخانه عند الكبير معناتها شنو العلامات اللي انت كدعاك عبد كبير معاك في الدار تقول هذا ظهر فيها عنده مشكله هذا نقص ماء هذا السخانه عملت فيه ولا نوتامون تحس بيرتورباسيون في الكومبورتمون نتاعو ماهوش كي العاده نهار كل راقد فاشل ما عادش عينه باش ياكل ان بو نوزيو عنده غرض الردين ماهوش ان فورم ولا معناتها ما عادش يحكي كي العاده تحسوا ان بو بيزار هما لي سيني مش باش يظهروا علامات واضحين كي ايفيدونت اما يلزم العباد تعيش مع العباد الكبار ال سو روند كونت اللي اي موديفيكاسيون في الكومبورتمون في طريقته ماهوش قام الصباح ما معناها وقت اللي يبدا انسان صغير في العمر وحسيته تبدل في في فاشل كذا كبير في العمر لا نحكي على صغير في العمر باقي معناها ماهوش مشكله تنجم ينجم يكون هارتها فاشل اما الكبير في العمر اي حاجه غير طبيعيه غير عاديه ان شاء الله حتى بنسبه 1% اكزاكتومون اي حاجه هز تليفون قلت لي براني لاحظت قام الصباح طاح باغ اكزومبل مش مستانس جاتها معناها دهشه هكايا طاح قام ما عينوش باش ياكل ضيع مستانس ياخذ دويته لاباس عليه تو دانكو ماهوش عارف روحه خذ الدواء ولا ما خذاش دونك هذوما نحكي على العباد الكبار اللي ما عندهمش مشاكل في الذاكره وكل شيء نون بارلون با فما الكاتيجوري الاخرى العباد اللي عندهم امراض نفسيه وامراض مرض الزهايمر اللي هما بيان سور كان انت ما تعطيهمش باش يشرب الماء وكان انت ما تديش وراه ما تقولوش هذوما انكور بلو غراف وشفنا برشا حالات مخطره نجموا يصيروا دي زيماتوم معناتها كي النوع نتاع النزيف تحت الغشاء نتاع الدماغ يجي ما ديزيدغاتاسيون من السخانه وراوهم هذوما في الليكا هذوما في السيف دونك العبد الصغير علاش شنيم لو بروبليم لو سوبوس با خاطر الصغير يفيق اللي هو عطشان اي سو رون كونت اللي الدنيا سخونه ويمشي يشرب الماء الكبير ما يحسش بالعطش وحتى كي تبدل معناها احنا تو مثلا في الأربعين ولا في الخمسين ولا حتى في الستين حتى للستين كي تبدل شوي في طبيعته ولا ينجم يكون ريتم تاع نهاره ينجم يكون خبر جاي فرعس ينجم يكون اما فوق الستين ينجم يكون عادي راه واحنا هلوسنا فيه بزيد لكن ما يسالش نهلوس بزيد خير من اللي ما نعيرش اهتمام للحاجه وبعد نلقاها السخانه تاثر على لو ريتم كاردياك تاثر على الانسوفيزونس رينال على القلب نتاعو على كل شيء على الكليفي على كل شيء نجم يتاثر بالسخانه دايوغ اوسي لو كونساي نجم نعطيه اوسي اللي ما نخليوش العباد الكبار يخرجوا وقت بدا فما لا تمبيراتور برشا مثلا من 10 نتاع الصباح ل 4 نتاع العشيه سي اون بيريود او لي سوجي اجي لازم يقعدوا في ديارهم معناتها يقعدوا في بقعه زاده كليماتيزي في بقعه فيها كوسوسوا كليماتيزي ولا فنتيلاتور ما تفهم ما هو ولا يسكروا لي ستور ولا الفنادق زاد يسكروا باش ما تخليش الشمس تدخل دونك يهويوا الدار في الاما صباح بكري بكري ولا العشيه مخر كي الناس ما تتبدل دونك لا اوسي هذوما كلهم سي دي ميزور امبورطون مش تجي انت عبد كبير وي اون لو فوا مع الاسف تمشي تهبط المارشي تلقى عبيد كبار ماشي يقضيو ا ميدي في معناتها سي ان تروك دو فو معناتها كون اون تران دو فوار اي راهو احنا راهو كل شيء خاطر نستهتروا خاطر بالنسبه لينا ما ناخذوش الامور معناها بالجد هي اللازمه ويقول لك ملا ناس بكري كيفاش كانوا عايشين وناس بكري هاكم كانوا ما شاء الله عليهم ل 70 و80 تلقاه في ارض وتلقاه واقف على حرث وتلقاه اي صحيح هذا كله صحيح المعطيات تبدلت ماكلتنا ما عادش هي هوينا ما عادش هو ستريس نتاع قبل نتاع توا مبدل نمط الحياه نتاع قبل نتاع توا مبدل في الاخر بكل اذا كان نلخص اهم ما جات به الدكتوره ايمان القسنطيني مختصه في الطب الباطني وكفاءه في
الامراض او في طب الشيخوخه معناتها المسنين نتاعنا يشربوا على القليله اتر نص ماء اترتين ماء في النهار وعلى طول النهار يقعدوا في بلايص بارده ما عندوش بلاصه بارده يمشي لاي غون سورفاس ولا اي مكان عمومي يكون كليماتيزي ويكون بارد خضرته غلطه تختاروها له اللي تبدا فيها اكثر ما يمكن ماء ترد بالك على اي تصرف غير عادي فيه فشلة تعب راس يوجع طيح حاجة يشد حاجة طيحها من أي حاجة مهما كانت صغيرة وما عندهاش أهمية أنت ترد بالك منها وتعلم عليها طبيبه وربي يحفظهم وربي يخليهم لنا دو توت فاسون هذوما النصايح هذوما وأنك ما تخرجش من العشرة للأربعة وأنك معناها تقعد في بلاصة مظلة وأنك ما تخرجش المارشي نتاعك في أوقات معناها الذروة نتاع الشمس هذه راهي احنا توا اليوم أكدنا عليها للكبار على خاطر أهمية الراحة هذه جوستومون شي يحمل الماء بالنسبة للكبير والسخانة الكبيرة تنجم تقلقوا في كل شيء في صحته لكن إن شاء الله احنا بيدنا الكلنا صغار وكبار نطبقوا النصايح هذه باش نختم معك دكتورة في قوس فيسا فيسا صغير اللي هما نجمش ما نتعداش بها عليك في الوضع اللي احنا فيه ياسر نحكيوا عليه المسنين رجعوا هما بيدهم تحيروا معنا راهم تحيروا برشا ولو هما بيدهم يكلم بنته يكلم ولده زعما نخاف زعما نخرج زعما لا يا ان اتا دو بانيك تيريبل اللي قاعد صاير كخوا وانا جو سو ان تران دو فوا وراف العباد الكبار وشفت برشا حالات ما غير ندخل في التفاصيل انا يظهر لي لازمنا ساعه نريضوا شويه ومعناتها اون برون لي شوز دون مانيير واضحه لحتوا احنا هالفيروس هذايا اللي هو جديد علينا ونكتشفوا فيه الناس الكل مع بعضنا دابور ما نعرفوش برشا حالات مازال ما نعرفوش عليه اما نجم نقولوا ان احنا الفيروس هذايا اخترنا ومعناش قلنا با لو شوا وكيما العالم الكل اخترنا باش نعيشوا معاه دونك انا با لو شوا ما نجموش فيني معناتها اون بو بلو توا ما نجمش نسكروا على روحنا في دون دي كيش يقولوها دون دي بول ونقعدوا نقولوا هالفيروس هذايا اون فالاتاكي اون سي با شنو باش يصير باش نلقاو فاكسان باش نلقاو الفيروس هذا باش يتنحى باش يقعد معانا دو تلي فاسون لازمنا توا نتعايشوا معاه ولا كيلكو ميزور بريفونتيف ما غير ما نهولوها ما غير ما نعملوا فيها دراماتيك خاطر سي لي جون سون فاتيغي ونختنا نحكي على العباد الكبار وانا عشت معاهم الفتره الاولانيه نتاع الكونفينمون والناس كيس كي زون سوفير سواء من القاعدة وحدهم من السوليتود من الخوف من طول الميساج اللي احنا انا يو بلان بور بيان سور على العباد الكبار نتاعنا اللي هما ينجموا يكونوا اكثر عرضه بالطبع خاطر المناعه نتاعهم اقل من العباد الصغار وينجموا يمرضوا وكان يمرضوا باش يصير لهم حالات خايبه وهما باش يمشيوا للريانيماسيون وهما اللي باش يموتوا وهالكلام هذا كله تقال هذا يرعبهم هو الكلام هذا يرعبهم هذا الكلام الكل تقال وانكور بلوس توا العباد الصغار اللي هما بيدهم العباد ايسون ميتيجي ناس ما تفهمهمش او ميم طون خايفين عليهم او ميم طون الاخرى تجي ولدها ولا بنتها من فرنسا وتقولوا برا سلم على مماتك والعبيد الكل فما فوضى عارمه معناتها انا نحبي لك معناتها في دقيقه شنو تقول لهم دكتوره؟ انا في انا رايي انا ولا ناخذوا حذرنا في حاجات بسيطه ولا خصنا يدينا الوقايه نتاع النظافه العاديه عندنا لو جيل هيدرو الكوليك نجمو ديما انسان فوق منه جيل هيدرو الكوليك لي بافيت سي ان تروك اللي في اون غروند ديسكوسيون على خاطر يفو ات رياليست ونرى في العبيد تبدل من بافيت لبافيت باش يدخل عند الطبيب ولا يدخل للسوبر مارشي لا ميم بافيت تتبدل ولي بافيت مش نحكي على لافابل لي جوتابل دونك يفو فريمون فريمون نردو بالنا زاد نحن وقت اللي ناخذوا لي بافيت ناخذوها معناتها مش حكايه بافيت هو مش هذا مش تصويره مش تصويره البارح مش جبد لي بافيت نيمبورت كوا لبسها 20000 عبد قبله ولا معناتها الحقيقه اللي بلو دور كو سا معناتها سي بيان بو دو دير حطوا دي بافيت وعملوا انا ذولي بيان سور عبد مريض مش نشطر على عبد مريض عبد عنده سخانه فما اي حاجه ناخذوا احتياطاتنا دو فاسون نورمال ونحاولوا نعيشوا معاه ما غير panique pour qu'on continue il faut continuer hein. شكرا لك دكتورة إيمان القسنطيني أخصائية في طب الباطني وكفاءه في طب الشيخوخة حكينا معك اليوم على المسن والتعامل نتاعو مع السخانة ومع ارتفاع درجات الحرارة ونرجعوا نفس اللي قلناه قبيليك مع الدكتورة إيمان بن سوسي عاودناه مع الدكتورة إيمان القسنطيني الإنسان هو يكون طبيب نفسه هو مسؤول على روحه انا نعرف لي بافيتي هذيك جوتابل معناها نشري منها بزيد نعرفها لافابل نروح نغسلها وننشرها نخرج كان بها نخرج كان بدا بوستجيل معايا نبعد على السيد اللي قدامي في الصف نبعد على بلايص المعبيه رانا نحن مسؤولين على روحنا حد ما مسؤول علينا نحن نجمو نحدو مسارنا وين احنا الشعب المواطن هذايا هذا هو دونك باش نرجعو نختمو بعد شويه مع محمد خمس الهاني خبير في القياده والرياده.